تعالى يا جماعه، دي جوه دي توب. انا محمد ده يا جماعه توب او جلد تعبان الساندبو او الدساسه. طبعا يا جماعه التوب كبير جدا، هي دساسه كبيره جدا، بنفحت عليها اهو، وان شاء الله باذن الله رب من غير مقطع هنجيبها. ارحم الله. بس يا جماعه بقى التوب لسه التوب يا جماعه لين جدا طري، يعني ده بيدل يا جماعه عن ان هي لسه خلع التوب بتاعها قريب جدا. فان شاء الله يعني باذن الله هتبقى موجوده. هي تتعبنا شويه بس ان شاء الله هنجيبها. طبعا يا جماعه المنطقه ديت الحمد لله يعني ما فيهاش غرايب، هي فيها كبر وفيها دساس زي ما حضراتكم شايفين. التوب بتاعها لسه غلاها حالا النهارده. معاكم طبعا زي ما انتم حضراتكم شايفين الشق كان فيه الجحر كان فيه اتواب دساس يا جماعه كتيره جدا، يعني هي مش واحده، بنفحت بقالنا اكتر من ساعه ساعه ونص. طبعا يا جماعه دي جحور. تعالى يا محمد تعالى. اخيرا يا جماعه عثرنا على الدساسه. طبعا يا جماعه دساسه حجمها كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين، لسه بتغير في الجلد بتاعها. يا محمد لسه يا جماعه بقيت التوب بتاعها وبقيت الجلد بتاعها اهو، ده اللي لقيناه في اول الفحت. طبعا يا جماعه طالما احنا لقيناها كده يبقى خلاص الجحر اخره كده. طبعا انا اول مره افحت في الصيف كانت مغوطه يا جماعه جامد. هات الفحت يا محمد. ده كله يا جماعه كده بحتنا الناحيه دي كلها كده، بس الحمد لله برضو ان احنا ربنا كرمنا وجبنا تعبان الدساس او الساندبو. طبعا يا جماعه التعبان ده غير سام، من اجمل التعابين اللي انا بحبها في حياتي.
هو التعبان ده. طبعا يا جماعه الدساس في فصل الشتاء مش بيبقى كده خالص، مش بيبقى مغاط لكده. زي ما قلت لحضراتكم ان المنطقه دي يا جماعه ما فيهاش حيات غريبه، هي فيها دساس وفيها كوبر بس. بس طبعا الجحر بيبقى معروف، هو جحر ايه عايز اشتري حته. والعمق بتاعه زي ما حضراتكم شايفين، بس الحمد لله يعني الارض دي كويسه مش صعبه في الفحت. بس طبعا الجحر غويط جدا. اتفتح جحر تاني يا جماعة تحت جدا، عايز شوية مجهود شوية تعب، بس ان شاء الله برضو احنا مكملين معاه. لسه كمان مكملين معاكم. طبعا يا جماعه ده جحر ضيق جدا. ايوه تعالى ادي يا جماعه الدساسه رقم 2. يا بصوره دي يا جماعه الدساسه الثانيه، طبعا هي اصغر من الاولانيه. معنى كده برضو ان لسه ما جبناش الطوب يا جماعه اللي بتاع الدساسه اللي هي الكبيرة. خد يا محمد. طبعا يا جماعة عثرنا على 2 تعبان الساند بو او الدساسة. طبعا الدساسة اللي هي الكبيرة طبعا ما ربنا ما قدرناش وما جبناهاش، فان شاء الله هيبقى ليها يوم تاني. والحمد لله لربنا كرمنا وجبنا الدساستين الجمال دول. طبعا يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم ان هي تعابين غير سامه. لو عجبك الفيديو دوس اشتراك وفعل الجرس مع مصطفى هجرس زي ما وعدت حضراتكم كل يوم جديد.